كيف ما تعرف الجميع فمباراة الرجاء البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديدي برمجتها العصبة الاحترافية في واحد الزمن اللي ما تيساعدش فريق الرجاء البيضاوي. للعلم ان فريق الرجاء كانت عنده جوج ديال المباريات في الجزائر، مباراة ضد فريق مولودية وهران ضمن كأس محمد السادس للأندية نهار الثلاث، وبرمجوا لنا مباراة ديال الدفاع الحسني الجديد نهار الجمعة باش نجيو للمغرب عاوتاني نلعبوا ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي ونرجعوا للجزائر ونلعبوا عاوتاني مباراة ضد فريق شبيبات القبائل ضمن كأس عصبة الأبطال الإفريقية. وهذا اللي ما غيساعدش فريق الرجاء البيضاوي بحكم أنه تمثل الكرة المغربية، فقرر فريق الرجاء البيضاوي عدم الرجوع إلى المغرب حتى انتهاء مباراة شبيبات القبائل يوم الأحد. الجامعة دارت اللي عليها، الرجاء خدات الحق ديالها، قرروا باش إعادة برمجة اللقاء، ماشي كيف ما تيقولوا الناس بأن إعادة المباراة، المباراة لم تجرى نهائيا، المباراة لم تلعب، يعني إعادة برمجة اللقاء يوم 27 يوليو، وهذا إنصاف حق فريق الرجاء البيضاوي، ولازم على الجامعه الملكيه انها تساعد جميع الانديه اللي كتمارس وتتمثل المغرب خارج ارض الوطن لانهم تيهزوا الرايه ديال المغرب. للعلم ان الرجاء الفريق المغربي الوحيد اللي بقى تيمثل المغرب في كاس اللي هي مهمه، كاس محمد السادس، لا يعقل ان فريق تيمثل المغرب في كاس محمد السادس للانديه وتجيبه من الجزائر باش يلعب ماتش ويرجع، يعني الرجاء محتاجه للمساعده من الكل. والحمد لله تحقق المبتغى والرجاء راه خدات الحق ديالها والمباراه راه غتعاود وان شاء الله راه ثلاثه النقاط ان شاء الله. إعادة المقابلة بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديد يعني كانت منتظرة، يعني المشكل اللي كان يعني ان فريق الجديد كان باغي يجري المقابلة في الوقت اللي كان فريق الرجاء الرياضي عنده استحقاقات افريقية والكأس العربية، يعني كان الفريق الجديدي يقدر فريق الرجاء الرياضي ويجي يعني الأمر عادي إعادة المقابلة. بالنسبة للماتش ديال الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي، تأجل أخوي الماتش بسبب الرجاء كانت لعبة ضد الجزائر في الجزائر خارج البلاد، خاصهم يعاودوا يرجعوا هنايا يلعبوا ماتش ويعاودوا عاوتاني يرجعوا للجزائر باش يلعبوا ماتش آخر، ياك؟ داكشي علاش الرجاء اجلس الماتش وما جاوش يلعبوا هنا حيت ما كاينش تطويع كافيين باش الرجاء تجي هنايا وتعاود ترجع عاوتاني للجزائر. شكون اللي خدا القرار؟ عرفت شكون اللي خدا القرار؟ مكتب كامل ديال الرجاء اللي خد القرار. كيبين لك باللي الجزائر ديال شي خد القرار يعني في المحل ديالو ولا في محل ديالو، لان الرجاء مثل البلاد مثل المغرب كامل، ماشي مثل ان فرقه بوحدها لعبت ضد فرقه، والبطوله تقدر تاجل ماتش في البطوله يقدر يتاجل ماشي مشكل، ياك؟ اما بالنسبه لخارج البلاد ما يتاجلش، خاطر يستناوكم تماك، فهمتي؟ شنو بغيت تقول لي على الرجاء؟ خويا ديما رجاء، ديما رجاء.